الو، السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ. مرحبا استاذة. معك نادية الشهبة. مرحبا اختي الشهبة. استاذ، راه عندي واحد المشكلة خطيرة وعويصة ولات كطير عليا النعاس لدرجة انني وليت كنشرب الفانيدة على ودها. بغيتك تلقى لي شي حل استاذ الله يعطيك الستر. مرحبا لهلا شربك الفانيد. تخيل معايا استاذ، اللي جاي خطب فيا ما كتعجبنيش فيه الكنية. واه، ديك المرة جاني صحيتها، تبعو زعيتها، تبعو النمر، وهاد الشهر هذا جاني الضبع. واش ترضى ليا انا نادية الشهبة تولي سميتي مدام الضبع؟ وفراسك الا بان الضبع حتى هو شهب، يعني ما كاينش غير واحد الفرق كبير بيناتكم. قولي لي، شنو الاسم العائلي نتاعك؟ نادية زعطوط. زعطوط؟ اه استاذ. وشو دابا هاد المصيبه هادي؟ ما تتحشم ما والو. قالت لك انا سميتي زعطوط، بغات تسميها شنو؟ بغيتي شبن شعرون؟ والله الا قلت الحياه هادي بالله. في إطار المسلسلات التركية وتزايد عدد الطلاق في الدول العربية، قررت. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي. هو عندي واحد المشكل لحظتك. قل لي. عندي واحد المشكل بسيط، مراتي كتبغي مهند. تكون كتبغي بحال خوها، ماشي شي بغوزة ما فيه شي حاجة خايبة، عادي. ولكن اخويا راه حيدت صورتي من البورطابل ودارت التصويره ديالو. هكاك، وما تقلقش، حتى انا مراتي راه حيدت التصاور ديالي من الدار وغلقت مهند، ما ماشي عيب. ولكن المشكل دابا راه خرجت من الدار هي ومشات عنده لتركيا تشوفو. قالت لك بغات تشوفو، توحشاتو. قالت لك هكاك. لا ما تخافش، يا بحال كتوانس مع مراتي تما. الو الو، مريض هذا تي غير مهند. مهند غير منو شي واحد وزوي ونواكتا، ما غيروش عيب من الناس هذا، غير من مش عيب.